استاذه مها، يعني لما يكون برضو الزوجه بتشتغل فممكن البعض من دول يقول ان انا سامح لها ان هي تشتغل وان ده وقت كان المفروض ان هي تقضيه مع الاولاد في البيت او تشتغل في البيت او تراعيني، فانا لما انا سمحت بكده هو طبعا بيقول لما انا سمحت بكده فالمقابل يبقى من حقي برضو. طيب خلينا الاول نقول ان احنا بنتكلم بشكل قانوني، وانه الشكل القانوني في مسائل الاحوال الشخصيه تحديدا دايما مرده الشريعه الاسلاميه ومرده الاسلام طبعا، وانه اذا ده المرد فاحنا عندنا قول قاطع زي ما قال مولانا له علاقه بفكره انه للست ذمه ماليه منفصله ومستقله، تمام، انه من حقها تشتغل ومن حق الفلوس دي ليها، وانه كمان من حقها على زوجها ان هو ينفق عليها ماكل ومشرب ومسكن، مش بس مصروفات صحيه، فرش وغطى، لبس كسوة صيف وشتاء، ده الشرع وده القانون اللي احنا موجود في بلدنا واللي شغالين عليه. ليه؟ لان احنا عندنا في القرآن انه للرجل على المرأة القوامة، القوامة مرتبطة بفكرة الانفاق، طبعا اولهم بما فضل الله ثم وبما انفقوا، وبالتالي ما ينفعش نفصل ده عن ده. لانها لما تقول ظهره سند فظهره سند يبقى بيصرف عليها، والا يبقى ظهره سند ازاي؟ ما انتش ظهر ولا سند. بالظبط، او يعني فكره ايه؟ ان هو رب البيت زي ما بنقول رب المنزل، تمام؟ طيب لو اتكلمنا بقى عن فكره انه ما دام هي هتخرج وده وقت مستقطع مني، وقت مستقطع من الاولاد، وان هي كان المفروض تقعد مع الاولاد وتشتغل في البيت وكذا، يبقى المفروض اخد في المقابل. اولا منطق الابتزاز مرفوض. ده رقم واحد. ده رقم اتنين، انه الست مش بس بتخرج للشغل في مقابل الفلوس، العمل قيمة، ان المرأة ذات قيمة وذات كيان، وبالتالي لابد ان احنا نتعامل معها بالمنطق ده، ان ده يعني تحقق هذا الكيان المجتمعي والانساني. يبقى ما ينفعش ان انا بتكلم بمنطق الابتزاز انه تخرجي تديني. ده واحد. اتنين، فيما يتعلق بفكرة شغل البيت، بالمناسبة ويمكن مولانا يراجعني في ده، انه الست مش مفروض عليها شرعا شغل البيت. صحيح. بالعكس، الست المفترض ان يوفر لها زوجها خادمه، واذا ما فيش هما الاثنين يساعدوا بعض. طب تعالي لي بقى يا سعاده الزوج يلي شايف ان هي المفروض تشاركك في البيت في المصروف، هل حضرتك هتشارك في تصبين المواعين؟ عشان دي حاجه مهمه قوي. هل حضرتك بجد؟ ايوه بجد، يعني دي حاجه مهمه. طيب يغسل المواعين. طب تعالى نشوف حتى تربيه الاطفال. تعالى كمان نشوف فكره الست. لا انتوا تعديتوا مرحله المرتب، انتوا دخلتوا في سكه ثانيه. لا، فكره الست الهاترك، الست المصريه شكلها ايه؟ شكلها ايه فعلا؟ الست المصريه بتقوم من نومها مستقله بقى. بالظبط، بتقوم من نومها رابطه شعرها كده بخله، وتقوم جايبه العيال مصحياهم بسرعه، عامله السندوتشات، وبتلبس هدومها في نفس الوقت، وبتبص عليهم. عليهم في الحمام. دي مشاهد متكرره في بيوتنا من اول امهاتنا لحد النهارده، ده موجود. دي حاجه عظيمه ورائعه واحنا معاها، لكن كمان ضد الجحود والانكار اللي ممكن يواجه من حد تاني. يا سيدي دي هي وهي نايمه اصلا بتفكر هتقوم الصبح تعمل لكم ايه سندوتشات، يعني ما يصحش بقى تقول لي كمان انا هاخد منها مقابل عملها، خاصة وإن كانت هي ما بتأثرش، وكل دوت بيبقى على طاقتها النفسية، واللي الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى متعها بيها، والدليل على ده الحمل والرضاعة والوضع، إن مفيش رجل يستطيع أن يفعل ذلك، بينما المرأة هي التي تستطيع، وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى خلق كل حد فينا لما يسر له واللي منه